كابتن عمرو اجيلك يمكن انجاز كويس. يمكن السنه دي وضحت انا في بدايه الحلقه ان احنا السنه دي واخدين 8 اوفر 9 من الكؤوس، يعني 8 كؤوس من 9، وده انجاز. السنه اللي فاتت خدنا الدرع العام ولكن ما كانش بعدد الكؤوس ده. ده نتيجه ايه يا كابتن؟ خاصه ان النتائج 99% من اولاد النادي. والله هو الحمد لله، يعني التوفيق من عند ربنا الاول، وهي خطه احنا شغالين عليها من 4 سنين، وموضوع كان مجهود متكامل من اسره الغطس كلها. اسره الغطس طبعا كابتن طارق نبيل المدير الفني، كابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، وطبعا كل الكلام دوت. احنا كان في برنامج وكان لينا تارجت من 4 أو 5 سنين كنا عاوزين نوصل له، ان احنا ماشيين للتارجت ده واحده واحده. فالحمد لله ربنا وفقنا. السنه اللي فاتت خدنا الكاس العام، الدرع العام للسيزون كله، كاس مصر والجمهوريه. الحمد لله السنه دي برضو ربنا كرمنا تاني سنه على التوالي زي ما حضرتك قلت. بس السنه اللي فاتت ما كانش بنفس الانجاز بتاع السنه دي. السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا، النقط مجموع النقط الاولاد كلهم مستواهم متحسن، فكان الدرع العام الحمد لله بجداره احسن من السنه اللي فاتت. اكيد يا كابتن، واكيد لسه عندنا الجديد، يعني لسه عندنا السنه الجايه اكيد اكتر واكتر ان شاء الله. حضرتك عارف ان طول ما احنا ماشيين الحلم بيزيد وبيكبر، والحمد لله ان شاء الله احنا في انجازات ثانيه وفي دراسه ليها ان احنا نوصل لاحسن من كده باذن الله. هل عندكم حلم يا كابتن من ضمن احلامكم ان انتوا توصلوا يبقى عندنا 10 زي ما عبد السلام، عن لعيبه، عندنا لعيبه لعبت بطولات عالم موجودين وهيكونوا معانا كمان شويه، بس هل عندكم اكتر امل كبير ان انتوا تحققوا على المستوى الدولي او تقدموا لمصر على المستوى الدولي مجموعه من الغطاسين اللي موجودين قبل كده؟ باذن الله، يعني هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا نرتقي بكل الولاد بتوعنا، كل ولاد النادي الاهلي، ان هم يبقوا كلهم للمستوى الدولي ان شاء الله. ان شاء الله، وانتوا قدها حدود يا كابتن.